السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم أعزائي الصغار؟ أتمنى أن تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله سنقوم بإعداد الصباغة المائية من مواد طبيعية، فلنبدأ على بركة الله. للحصول على ملونات طبيعية سنحتاج إلى ماء غلي أوراق الملفوف الأحمر، مسحوق الكركم الأصفر ممزوج بالماء، ماء البقدونس، ماء مبشور الجزر، وماء مبشور الشمندر أو البنجر، ومسحوق الكاكاو ممزوج بالماء. بعدما حصلنا على ملونات طبيعية سنقوم بمزج كل لون على حدة مع ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض للحصول على صباغة مائية ذات قوام متجانس. سنبدأ على بركة الله إن شاء الله باللون البني. نقوم بمزج الدقيق جيدا مع الألوان المائية كل لون على حدة حتى الحصول على اللون المطلوب، خليط متجانس. حرر النفس ولا تحيا.